أين موقف منظمة المؤتمر الإسلامي اللي أنشئت أصلاً وأنشئ الصندوق في المغرب على أثر حريق المسجد الجامع في 69؟ أين هو رئيس رئيسها؟ لماذا لا يصرح الآن؟ يذهب لزيارة الهولوكوست ويبكي على اليهود ولا يبكي على الفلسطينيين؟ أين الجامعة العربية هاي؟ أين؟ لا تستحق هذا الاقتحامات أن يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا ويقول هذا الكلام لا نقبله ولا كذا. أين الدول التي قالت نحن نطبع مع الصهاينة لمصلحة الفلسطينيين؟ أين موقفها الآن؟ لهذه الأسباب الأربعة تغول اليهود في الفترة الحالية، لكنهم نسوا أو تناسوا أن رأس السهم في هذه القضية هو أهل رباط بيت المقدس، وكما حصل في هبة انتفاضة 2000 وانتفاضة 2015 وهبة باب الرحمة وهبة باب الأصباط وهبة باب العمود، وسيحصل لهم إن شاء الله في رمضان القادم، وسيكون رمضانا إسلاميا، وإن شاء الله كل ما يعد له الصهاينة ويعتبروه مقدس سيصبح غير مقدس عندهم.